آخر، هل وضع الزهور على قبر الميت يعتبر سنة؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع جريدة خضراء على قبرين، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، وإنهما يعذبان، يعني فيما سبق من الحديث، وما يعذبان في كبير. هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل. السؤال، نص السؤال يقول: هل وضع الزهور على قبر الميت يعتبر سنة؟ والذي ورد في الحديث كما ساقه هو السائل وضع الجريدة الخضراء. ومنذ قليل قلت لكم يضربونه بالجريد والنعال. الجريد هو أوراق شجر النخيل، كان ولا تعرفونها، يعني طويلة وعريضة، كانت تسمى بالجريد. أي نوع من النباتات الحية التي فيها حرارة، فيها لا يزال رطوبة، فيها كذا، هذا لا بأس أن يجعل على قبر الميت. لماذا أقول؟ لأن السائل يقول الزهور. لا يا أخي، لا يشترط الزهور، ولعل في الزهور في هذا الزمان صرفا للمال بشكل كبير في غير طائل مناسب. لماذا أقول مناسب؟ لأن أي شيء أخضر من أنواع الخضروات لا يزال فيه رطوبة، هذا يجوز وضعه على قبر الميت ويستحسن ذلك. فأما الزهور فقد يكون ثمنها كبيرا، بدل ثمنها الكبير للزهور اشتري أو خذ، اشتري طعاما أو شرابا أو ثمنها نفسه، ضعه للفقير عن ميتك، فالصدقة عن الميت مقطوعا بوصول ثوابها. الآن أي شيء أخضر، نعود إلى أصل السؤال، يوضع على قبر الميت هل هو من السنة؟ نعم، عند أكثر أهل العلم، وهذا الحديث ثابت، إلا أن بعض أهل العلم خصصه برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن هذا خاص بالعصر النبوي وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا راجحا، وليس هذا راجحا، فقد خرج البخاري في صحيحه لكن بإسناد معلق أن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أو أبا برزة الأسلمي أوصيا بعد موتهما أن يوضع على قبورهما أو على قبر يعني واحد منهما يوضع على قبره جريدة خضراء. فهذا الصحابي إذن فهم أن هذا الأمر ليس خاصا، وإلا لما أوصى من بعد العصر النبوي أن يوضع على قبره. قال: لو كان خاصا قال انتهى الموضوع، توفي رسول الله انتهى الموضوع، ما قال هذا بل أوصى بذلك. بعض علماء اعترض قال باقي الصحابة ما فعلوا فعله، لا يشترط أن يفعل جميع الصحابة نفس الفعل أو الفعل نفسه حتى يصبح جائزا، فالأمر لا حرج فيه. الآن ما الحكمة فيه؟ هذه الحكمة يا أيها الأحبة من باب الغيب، من الأمور الغيبية، يخفف عنهما ما لم ييبسا. طيب إذا يبسا ليس بصنعي أنا كذا، هذا من الأمور الغيبية، هذه المخلوقات تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، فهذه المخلوقات تسبح. الآن أكثر من هذه التفصيلات لا ندري ولا ينبغي للإنسان أن يدخل فيها، فهل يجوز؟ نعم يجوز، بل لعله مستحب لا بأس به إن لم يكن فيه كلفة كبيرة، وإن كان فيه كلفة فلتوضع في الصدقة فهو خير.